من القصص اللي حلوة جدا في موضوع السعي قصة المزارع أو الفلاح اللي بيحاول إن هو يزرع محصول أو بذور ممتازة عشان يحقق محصول كبير. فبيجي أول يوم بيرمي المحصول أو البذور ديت، فالطيور بتبدأ تاكل من البذور بتاعته دي، فبيطنش وبيروح يرمي تاني البذور، فبتقع في أرض صخرية، والأرض الصخرية طبعا هتخليها تنمو بسرعة مع أول رياح، هتتبل وتموت. تالت يوم بيرمي، فتيجي في الأعشاب، فالأعشاب تتحكم فيها ما تخليهاش إيه تكبر وتبقى محصول ممتاز، لحد ما يجي اليوم اللي يرمي فيه أرض خصبة فطلع له المحصول وتعوض له كل الأيام اللي كان بيسعى فيها وما كانتش بتحقق له نجاح. هو الهدف من القصة ديت إيه؟ إن في حياتنا هتلاقي فيه طيور، والطيور دي بتاخد مجهودك وبتاخد ما شغلك، طنش كمل في شغلك انت بس. هتلاقي حاجات معوقات وحاجات زي الارض الصخرية والاعشاب توقف من طموحك، ما تستسلمش وما تستسلمش للتشتت، ركز انك تسعى، ليس عليك الا السعي وليس عليك ادراك النجاح، وان الانسان ليس الا ما سعى. فانت لازم تسعى وربنا هيجازيك في الاخر زي ما هو جازى لما لقى ارض خصبة وعمل محصول ممتاز. وانت كمدير او كليدر ما تخليش التيم بتاعك يستسلم للفشل، تنيك وراه، ما تخليهوش يستسلم، خليه يسعى ان هو يحقق اللي هو عاوزه والنجاح المطلوب منه.